بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنكمل مع البان باس موديليشن. زي ما حكينا البان باس موديليشن عبارة عن عملية تحويل الداتا سيجنال سينوسويدال ويف فورم. بيكون عند الامبليتيود او الفيز او الفريكونسي تبع السينوسويدال ويف فورم او الكارير، بنسميه الكارير، او كومبينيشن مثلا بين الامبليتيود والفيز، بتغير مع اللي هي الترانسميتنج داتا مع الداتا. طبعا ممكن تكون الصيغة العامة للبان باس سيجنال هي الكارير بالشكل هذا، جي تي اوف تي اللي هي زر التربيع 2 اي اي على تي كوسان اوميجا سي تي زائد اي ماينس 1 دلتا اوميجا تي زائد فاي اي اوف تي، طبعا معرف خلال اللي هي السيجنال او السمبل دوريشن من 0 ل تي كابيتال. طبعا جي تي اوف تي هذا عبارة عن البيس باند بالس شيب، النيرس تبعته عبارة عن اي جي. ماشي الحال. الاي اي عبارة عن اللي هي الانرجي. طبعا الامبليتيود احنا كتبناه بدلالة الانرجي هنا زي ما وضحنا في المحاضرة اللي فاتت. بيكون افضل لي ان اعبر عن الدرجة عشان يعطيني صيغة واحدة، لانه لما تكلمنا احنا عن تأثير اللي هي النويز، الشيب او شكل البلس بأسرش، اهم اشي اللي هو الانرجي. ماشي الحال. اوميجا سي عبارة عن الفريكونسي، طبعا هذا الاي ماينس واحد دلتا اوميجا تي تغيير في الفريكونسي. الفاي اي اوف تي عبارة عن الفيز، طبعا زي ما حكينا يا اما بغير الامبليتيود يا اما بغير الفريكوانسي يا اما بغير الفيز، او كومباينيشن مثلا بين الامبليتيود وبين الفيز. طبعا جي تي اوف تي عبارة عن ريكتانجولار بالس شيب ود يونت انرجي. جي تي اوف تي هذا عبارة عن بتكون شكل ريكتانجولار بالس اللي الانرجي تبعتها بتساوي واحد. عندي بستعمل انا جري كودينج فور عملية المابنج للبيس، بتكون عن طريق استعمال جري كودينج. هنتكلم عن الجري كودينج بعد في المحاضرات القادمة ان شاء الله. في عندي ال اي اس عبارة عن افريج سيمبل انرجي، قيمتها معطية ال اي اس بتساوي واحد على ام للسميشن مجموع الانرجي لكل السيمبلز اللي عندي. يعني مثلا كان عندي ام بتساوي اربعة، يصير ربع من اي بتساوي الاربعة من واحد لاربعة اللي هي ال اي اي. يعني عشان احسب الافرج سيمبل انرجي بحسب اللي هي بجمع الانرجي لكل سيمبل بقسمها على عدد السيمبلز. ماشي الحال. هيك بطلع الافرج سيمبل انرجي. هل جيت نتكلم طبعا عن عملية الديتكشن. في نوعين من الديتكشن، في عندك كوهيرنت ديتكشن. ايش معنى في كوهيرنت ديتكشن؟ بلزمني نفس اللي هو اللي اخذناه في اتصالات واحد اللي هو سينكرونس دي موديليشن. ديتكشن او دي موديليشن نفس المعنى نفس الاشي. ماشي الحال. الجيت ايش بستعمل انا في السينكرونس دي موديليشن او كوهيرنت ديتكشن او دي موديليشن؟ بستعمل نفس الكارير اللي استعملته في الترانسميتر. ماشي الحال. يعني بلزمني اعمل كارير فيز ريكفري اد ريسيفر، وبعدين لازم طبعا يكون بالتالي عندي سيركت تعمل اللي هي الفيز استيميشن. يعني بدي اعمل استيميشن اتحصل على الفيز تبع الكارير المبعوث. ماشي. الترانسميتد كارير طبعا، عشان هيك بلزمني سيركت عن طريقة اتحصل على الفيز تبع الكارير. ماشي الحال. هل جيت في عندي اللي ممكن يكون عندي مصادر او sources for carrier phase mismatch at the receiver؟ يعني ممكن انا تصير عندي مشاكل لو صار عندي propagation delay بيسبب لي اللي هو carrier phase offset in the received signal. يعني ممكن يصير عندي phase offset نتيجة ال delay، لأن ال time delay بيعمل لي phase shift، بيعمل لي phase shift. طبعا الاوسيليتورز اللي بنستعملها عند الريسيفر عشان اعمل عن طريقها جنريشن الكارير سيجنال بتكونش في الغالب فيز لوك تو ذا ترانسميتد كارير. ماشي الحال. احنا اخذنا في اتصالات واحد في طريقه اللي هي الفيز لوك لوب، عن طريقه بعمل استيميشن للانجل او للفيز تبع الترانسميتد كارير. الفيز لوك لوب او الاوسيليتور هذا المستعمل في الريسيفر بيكونش فيز لوك للي هو الترانسميتد كارير، بيكونش التنين لهم نفس ال الفيز، بيكون في عندي فرق. ماشي الحال. طبعا هذا بيسبب لي مشاكل وايرورز. طبعا هذا السيركت اللي هي الفيز لوك لوب بستعمل عشان اعمل اتحصل منها عن طريق هو الكارير فيز، اعمل استيميشن للكارير فيز تبع الترانسميتد كارير. ماشي الحال. يعني فرضا عندي الريسيفت سيجنال او الريسيفت كارير كان بالشكل هذا اللي هي عبارة عن صيغة عامة للبان باس سيجنال ديجيتال سيجنال. طبعا هذا الامبليتيود وهذا الفريكوانسي وهذا الفيز، طبعا مضاف عليها النويز. الفيز لوك لوب طبعا هنا في عندي الاوسيليتر اللي بستعمله في الرسي، طبعا هذا في الريسيفر كله بيكون عن طريقه. هذا بطلع انا اللي هو استيميشن للكارير تبعي. طبعا في عندي تو برانشز، الانفيز برانش والكوتنشال برانش. طبعا الانفيز برانش اللي جذر 2 على تي كوساين اوميجا سي تي زائد الفا هات،
والكوادريتشر برانش اللي بيكون اوت اوف فيز بمرض 90 درجة عن الفيز برانش بيكون جذر 2 على تي ساين اوميجا سي تي زائد الفا هات. ماشي الحال؟ عن طريق الفيز لوك لوب بتحصل على اللي هو الفيز تبع الترانسميتد كارير. ماشي الحال؟ طبعا هلقيت نتكلم على الباند باس موديليشن سكيمز، رح نتكلم عنهم في المحاضرة اللي فاتت. طبعا بقسمهم حسب الدايمنشنز. One dimensional waveform، ايش مقصود one dimensional waveform؟ يعني عدد البيسس فانكشن بيكون one basis function. ماشي الحال؟ طبعا ال one dimensional waveform مثال عليها ال amplitude shift keying اللي هو ال ASK، وفي عندي ام اري بلس امبليتيود موديليشن اللي هو الام بام. طبعا هذول النوعين كلهم من انواع الامبليتيود موديليشن. ماشي الحال؟ بغير في الامبليتيود تبع الكارير تبعا للترانسميتد داتا. تو دايمنشنال ويف فورمز مثال عليه اللي هو الام اري فيس شيفت كينج ام بي اس كي، وكمان ام اري كودتشر امبليتيود موديليشن اللي هو الام كوم. المالتي دايمنشنال ويف فورمز اللي هو الام اري فريكوانسي شيفت كينج اللي هو الام اف اس كي. طبعا هنا في تو دايمنشنال عندي بيكون تو بيس فانكشن، في المالتي دايمنشنال ويف فورم بيكون عندي ام بيس فانكشنز. ماشي. هل قلت نتكلم عن one dimensional modulation اللي هو طبعا modulation و demodulation and detection. طبعا الصيغة العامة او مثال الاول على ال one dimensional modulation هو amplitude shift keying ASK. طبعا الصيغة العامة لل ASK اخذناها في المحاضرة اللي فاتت اللي هي SI of T جذر 2 EI على T كوسان اوميجا سي تي زائد فاي. طبعا جذر 2 EI على T اللي هي الامبليتيود. لاحظوا الامبليتيود بتتغير مع اللي هي transmitted data، يعني هنا في اي يعني S1 هيكون عندي مثلا جذر 2 E1 على T و S2 هتكون جذر 2 E2 على T. بس احنا طبعا ابسط نظام عندنا زي ما حكينا الاون اوف كينج اللي هو ال S1 بيكون الامبليتيود له قيمه موجود سيجنال عاديه، هي هتكون جذر 2 E1 على T كوسين اوميجا سي تي مثلا. الفيز في الغالب نعتبره زيرو عشان السمبلسيتي، يعني الصيغه العامه بتكون جذر 2 E1 على T كوسين اوميجا سي تي عشان اسهل علي بس. ماشي، بعتبر الفيز هذا بيساوي كم؟ زيرو. طبعا الاس 2 اللي هو الباينري 0 بعتبره بيساوي 0، الاس 1 الباينري 1 بعتبره بيساوي الامبليتود تبعته عباره عن جذر اي 1 جذر اي 1. طبعا هيكون عندي بس فانكشن واحده اللي هي بساي 1 اوف تي، وقيمه الاي اي او كوفيشنت تبع الاس 1 في اتجاه بساي 1 بيساوي اللي هي السكوير روت او جذر التربيع الانرجي اللي هي جذر اي 1 جذر اي 1. طبعا قيمه الباي 1 هتكون جذر 2 على تي كوساين اوميجا سي تي. ماشي الحال؟ والاي اي او في هاي الحاله تكون اي 1 هتكون جذر الاي 1 جذر الاي 1. طبعا هذا الاون اوف كينج لسه ما انا اون اوف كينج، لانه الاس 1 بيكون في عندي سيجنال موجوده، الاس 2 بيكون اوف فيش سيجنال عندي. ماشي الحال؟ هذا مثال اللي هو الاي اس كي، مثال عن وان دايمنشنال موديليشن. المثال الثاني اللي هو الام اري بلس امبليتيود موديليشن. هنا هيكون عندي ام اري، في النظام الاول كان نظام باينري اللي هو الاي اس كي. الام اري بلس امبليتيود موديليشن هو او الام بام عباره عن ام اري. طبعا هذه حاله خاصه اللي هي الفور بام، هيكون عندي اربع سيجنالز اس 1 اس 2 اس 3 اس 4، لانه فور اري هيكون عدد بتات لكل سيجنال او لكل سيمبل 2 بتس 0 0 0 1 1 1 0. طبعا الصيغه العامه له هتكون بالشكل هذا اس اي اوف تي اي اي جذر 2 على تي كوسين اوميجا سي تي. التغيير هيكون وين في الامبليتيود؟ التغيير هيكون وين في الامبليتيود؟ طبعا الصيغة العامة للاس اي اوف تي هتكون اي اي بساي 1 اوف تي، الاي بتساوي من 1 لام. طبعا اي اي عبارة عن الكوفيشنت تبعون الاس اي في اتجاه بساي 1، هتكون طبعا في الحالة هاي لو كان اس 1 هيكون اي 1، الاس 2 هتكون اي 2، اس 3 هتكون اي 3، اس 4 اي 4، كلهم في اتجاه بساي 1. قيمة البساي 1 اوف تي اللي هي جذر 2 على تي كوسان اوميجا سي تي. قيمة الاي اي بحسبها من المعادلة هاي هي 2 اي ماينس 1 ماينس ام جذر الاي جي. الاي جي هي الانرجي للبلس ويف فورم اللي هي جي تي اوف تي، عبارة عن بيس باند بلس شيب زي ما قلنا الاي جي الانرجي تبعته. ماشي الحال؟ طبعا الاي اي هتكون بتساوي 2 اي ماينس 1 ماينس ام مضروبة في سكوير روت للاي جي. طبعا لو فرضا كان عندي مثلا الام بتساوي 4 واخدنا مثلا ال A1 لل S1 هتكون بتساوي 2 ماينس 1 ماينس 4، هيكون عندي ماينس 3 جذر الاي جي اللي هي زي في الحالة هاي قيمة اللي هي الكومبوننت تبعت اللي هي ال S1 في اتجاه الباي 1 اللي هي A1. وال A2 هتكون نفس الفكرة، هعوض ال I بتساوي 2، هتكون 4 ماينس 1 ماينس 4 هتكون عندي ماينس 1 يعني ماينس جذر الاي جي، ال S2 هتكون ماينس جذر الاي جي في باي 1 اوف تي وهكذا. طبعا قيمة الانرجي
لكل سيجنال هتكون اللي هي اللي هي مربع الامبليتيود، هتكون بتساوي طالعها بالعلاقة هاي اي جي 2 اي ماينس 1 ماينس ام الكل تربيع، يعني صح. عبارة عن مربع اللي هي يعني مثلا للاس 1 هتكون عبارة عن 9 اي جي، 9 اي جي ماشي الحال، 9 اي جي اللي هي عبارة عن مربع الاي اي، اي اي تربيع اي اي بتساوي مربع الاي اي ماشي الحال، يعني 9 اي جي، او اللي هي تكون في هاي الحالة اي جي، اي جي هنا تكون 9 اي جي. طبعا الافرج انرجي للسيجنال او للسيمبل هتكون بتساوي في هاي الحالة طبعا ام تربيع ماينس 1 على 3، لو عوضنا ام بتساوي 4 كالكيس اللي في الفور بام، هيكون عندي 16 ناقص 1 15 على 3 5 اي جي، هتكون الافرج بيساوي 5 اي جي. كيف نحس نتأكد؟ عندي هنا 9 اي جي وهنا 9 اي جي زائد اللي هو 2 اي جي هيعطيني كم؟ 20 اي جي، 20 اي جي على عددهم 4 بيعطيني كم؟ اللي هو الافرج 5 اي جي، نفس اللي اخذناه من هنا، لانه عندي ام تربيع اللي هي 16 ناقص 1 5 15 3 5 اي جي ماشي الحال. وبالتالي هذا القانون ممكن استعمله عشان احسب اللي هو الافرج انرجي للسيجنال او للسيمبل. هذا بالنسبة لنظام الام بام اللي هو 1 دايمنشن، لانه عندي بيكون 1 بيسس فانكشن اللي هي بساي 1، بساي 1 اوف تي. طب هلقيت كيف بدي اعمل عملية ديتكشن، كوهيرنت ديتكشن للام بام؟ طبعا الكوهيرنت ديتكتور بيكون عندي طبعا هنا بستعمل الريفرنس اللي هو عبارة عن الساي 1 اوف تي، ممكن استعمل الاسات بس في هاي الحالة بدي فور اربعة، بدي للاس 1 ريفرنس للاس 1 والاس 2 والاس 3 والاس 4، بدي اتحصل نفس الكارير او نفس السيجنال هاي، هيكون عندي الاس 1 والاس 2 والاس 3 والاس 4، بس باستعمال البيس فانكشن بيكون عندي بس 1 ريفرنس اللي هي بساي 1 اوف تي، يعني هعمل طبعا هذا عباره عن كورليتر ريسيفر، هعمل كورليشن بين الار اوف تي والبساي 1 اوف تي حسب قيمه الزد، بقارنها مع ام ماينس 1 ثريشولد، ام ماينس 1 ثريشولد، يعني فرضا اخذنا عندي الام مثلا باينري، نظام الباينري هيكون عندي الام بتساوي 2، يعني هيكون عندي ثريشولد 1، يعني في حاله الباينري هيكون عندي ثريشولد 1 بين الاس 1 والاس 2، تقريبا هيكون جذر الاي على 2، جذر اي 1 على 2 هذا الثريشولد بينهم هيكون هنا في المنطقة هاي ماشي الحال، جذر اي 1 على 2. في حالة الفور بام هيكون عندي زي ما حكينا ام ماينس 1 ثريشولد، يعني 4 ناقص 1 3 ثريشولد، يعني هيكون عندي في هاي الحالة 3 ثريشولد، واحد بين الاس 3 والاس 4، واحد بين الاس 2 والاس 3، واحد بين مين؟ الاس 1 والاس 2، يعني عندي 3 ثريشولد، 3 ثريشولد. طبعا عشان نقارن اللي هي قيمة الريسيفد سامبل اللي هي الزد مع الثريشولد اللي عندي، مع الثريشولد اللي عندي ماشي الحال. هذا بالنسبة للي هي عملية كويريان ديتكشن للام بام. طبعا هذا كويريان ديتكشن يعني بستعمل نفس اللي بستعمل يعني البساي، سواء استعملت الاسات او البسايات هي نفس اللي استعملتها في الترانسميتر. هل قلت هنتكلم على التو دايمنشنال موديليشن، دي موديليشن ديتكشن للام بي اس كي. هنتكلم اول شيء على الحالة الخاصة اللي هي كويريان ديتكشن اوف باينري بي اس كي، باينري بي اس كي. طبعا في عمليه ديتكشن الباينري بي اس كي ممكن استعمل نفس الكوهيرنت ديتكتور اللي استعملناه او دي موديليتر اللي استعملناه في اللي هو في البيس باند اللي هو هذا الدياجرام هذا، يعني ممكن استعمل دلالة الاسات من اس 1 مثلا، هيكون في حاله الباينري عندي اس 1 واس 2 ماشي الحال، وهيكون مثلا في حاله الباينري هيكون عندي بس بساي واحده، بساي 1 اوف تي ماشي الحال، بساي 1 اوف تي، لانه في الباينري بي اس كي هيكون عباره عن انتي بودا، لانه الفيز ديفرنس بين الاس 1 والاس 2 بيكون 180 درجه، لان اس 1 بتساوي ماينس اس 2، وبالتالي بيكون عندي 1 بيس فانكشن هي بساي 1 اوف تي ماشي الحال. وبالتالي لما استعمل بيس فانكشن اقلل الكوست، لانه يكون عندي 1 كورليتور، لو بدي استعمل اسات هيكون عندي 2 كورليتور، هذه في حاله الباينري. في حاله مثلا الانظمه الثانيه بدي يكون حسب اللي هو، لو كان بدي استعمل اسات هيكون لكل اس مثلا الان بتساوي 4، هيكون 4 اسات 4 كوريليتورز ماشي الحال. في حاله البيس فانكشن هيكون عندي 2 بيس فانكشن، في حاله الام بي ال 4 بي كيو بي اس كي بسميه اللي هو الان بتساوي 4 بسميه كيو بي اس كي، هيكون عندي 2 بيس فانكشن بساي 1 وبساي 2، هنتكلم عن هذا بالتفصيل بعد شوي ان شاء الله. هل قلت احنا بنتكلم على الباينري بي اس كي؟ الباينري بي اس كي الصيغه العامه له هتكون بالشكل هذا، الاس 1 اوف تي اللي هي مثلا باينري 1 هتكون جذر 2 اي على تي كوساين اوميجا نوت تي زائد فاي، بنلاحظ انه هنا الامبليتيود جذر 2 اي على تي كونستانت، وهنا اوميجا نوت كونستانت. هل لقيت الاس 2 اوف تي ايش بتساوي؟ جذر 2 اي على تي كوساين اوميجا نوت تي زائد فاي زائد باي، يعني التغيير هنا صار في الفيز، الفريكوانسي التنين هم نفس الفريكوانسي
والامبليتيود لهم نفس الامبليتيود. التغيير وين صار؟ في الفيس، في فيس ديفرنس مقدار باي. هنا ممكن احط بلس اور ماينس باي، مش هياثر لي على الحل. ماشي الحال؟ طبعا اس 2 اوف تي لما تكون زائد باي هتكون تساوي ماينس جذر 2 اي على تي كوساين اوميجا نوت تي زائد فاي. يعني الاس 1 والاس 2 بيكونوا لي انتي بودال باينري سيت. يعني مثلا لو كان عندي هاي طبعا الباينري 0 بالشكل هذا، الباينري 1 هيكون بالشكل هذا، يعني لانه الاس 1 بتساوي ماينس اس 2. الفرق في الفيز بينهم عبارة عن 180 درجة، يعني الزيرو عبارة عن ماينس الوان. ماشي الحال؟ يعني هذا عبارة عن ماينس ساي. ماشي الحال؟ طبعا قيمة البساي 1 اوف تي هتكون بتساوي جذر 2 على تي كوساين اوميجا نوت تي، جذر 2 على تي كوساين اوميجا نوت تي، وطبعا معرف الفترة من زيرو ل تي خلال اللي هي السيجنال ديوريشن. طيب هلقيت طبعا الاس 1 او الاس اي اوف تي صيغه تبعتها تكون اي اي 1 بساي 1 اوف تي، هيكون عندي الاس 1 اوف تي لكومبوننت تجاه عندي بس فانكشن واحده اللي هي بساي 1. الاس 1 اوف تي هتساوي اي 1 1 بساي 1 اوف تي، والاس 2 اوف تي بتساوي اي 2 1 بساي 1 اوف تي، وهتكون قيمه الاي 1 1 اللي هي الكروس كورليشن بين الاس 1 والبساي 1. ماشي الحال؟ قيمة الـ A11 ايش بتساوي؟ الـ cross correlation بين الـ S1 والـ Psi1. قيمة الـ A2 هتساوي الـ cross correlation بين الـ S2 والـ Psi1، لأنه عندي أنا بس function واحدة. طبعا لما أعمل cross correlation بين اللي هي الـ S1 والـ Psi1 عشان أطلع قيمة اللي هي الـ A11، يعني هضرب ايش أنا الـ S1 في Psi1، يعني أضرب هاي جذر 2 اي على تي كوسان اوميجا نوت تي زائد فاي في جذر 2 على تي كوسان اوميجا نوت تي، واعمل كروس كورليشن بينهم، بيعطيني طبعا لما نضرب طبعا كوسان في كوساين ايش بيعطيني هنا؟ اللي هو كوسان المجموع زائد كوسان الفرق على في نص. ماشي الحال؟ هلقيت هيضل عندي كوسان كوسان 2 اوميجا نوت تي الانتجريشن تبعه هيكون بيساوي زيرو. بضل عندي كوساين فاي، كوساين الفاي لما احسبها طبعا تبعت المعادله اللي عندي هيصير عندي الانتجريشن طبعا التي جذر 2 اي على تي في جذر 2 على تي هيعطيني 2 جذر الاي على تي، طبعا الاثنين بتروح مع النص والتي مع الانتجريشن بضل عندي ايش اللي هي بس جذر الاي، لانه الانتجريشن تبع الكوساين بيعطيني اللي هو 1، ضل عندي اللي هو جذر الاي. يعني قيمه الاي 1 1 بتساوي جذر الاي. ونفس الفكره لو طلعت قيمه الاي 2 اللي هي كروس كورليشن بين الاس 2 والبساي 1، الاي 2 1 بطلعها عن طريق كروس كورليشن بين الاس 2 والبساي 1 هتعطيني معنى جذر الاي. هذا ممكن تحلوها انت في البيت، يعني تحسب ايش تعمل، تضرب اللي هي الاس 2 هاي في البساي 1 تعمل انتجريشن من 0 ل تي عشان تطلع اللي هو الاي 2 1 الكومبوننت بتاعت الاس 2 في اتجاه البساي 1، هتلاقيها بتطلع ايش ماينس جذر الاي، ماينس جذر الاي. طبعا هنا في رسمه تبعتها انا مش راسمها هنا، طبعا هاي الرسمه تبعت اللي هي الاس 2 الباينري بي اس كي، هيكون عندي الاس 2 هتساوي جذر الاي بساي 1 اوف تي، والاس 1 طبعا هنا معكوسين بس هو نفس الفكره، يعني اس 1 هتكون مانو جذر الاي بي في بساي 1 اوف. طبعا احنا في المثال قبل شوي احنا عكسي حاطينهم بالعكس بس مش فارقه، المهم بيكون واحده التنين عكس بعض، واحده في اتجاه الموجب وواحده في اتجاه السلب. هذا بالنسبة للتعبير عن الاس 1 والاس 2 في دلالة البيست فانكشن اللي هي بساي 1 وبساي، طبعا عندي بس فانكشن واحدة بساي 1 اوف تي. طبعا هلقيت بنتكلم عن عملية اللي هي الدي موديليشن او الديتكشن. طبعا انا بستعمل اللي هو كورليت الريسيفر زي هذا، طبعا عشان عندي انا طبعا هستعمل بيست فانكشن، عندي بيست فانكشن واحدة تكون بساي 1 اوف تي لانه عندي معرف، بالتالي مش هيكون موجود غير فرع هذا التفريع هاي بالشكل هذا. ماشي الحال؟ مش مكون هيكون موجود عندي غير بس فانكشن واحدة اللي هي بساي 1 اوف تي، يعني هعمل كروس كورليشن بين الار اوف تي اللي هي بتساوي اس اي اوف تي زائد ان اوف تي مع البساي 1 اوف تي، وعلى اساس قيمة الزد اللي هي اللي بتساوي كروس كورليشن بين الار اوف تي والبساي 1 اوف تي بقرر ايش الانبعاث اللي هو اس 1 او اس 2، اس 1 واس 2. يعني ايش بعمل؟ زي ما حكيت بعمل كروس كورليشن بين الار اوف تي والبساي 1 اوف تي. طبعا ار اوف تي ممكن يكون بتساوي اس 1 اوف تي زائد ان اوف تي او اس 2 اوف تي زائد ان اوف تي. طبعا قيمه الزد جي او السامبل زي ما قلنا كروس كورليشن بين الار اوف تي والبساي 1 اوف تي، يعني زد 1 طبعا في الحالتين يكون قيمتها زد 1، الكروس كورليشن بين الار اوف تي والبساي 1 اوف تي. فرضا كان عندي مبعوث انا اللي هي
S1 of T، يعني الـ R of T ايش بتساوي؟ S1 of T زائد N of T. هعوض قيمة الـ S1 of T ايش بتساوي؟ هيها جذر E بساي 1، يعني عندي الـ R of T بتساوي جذر الـ E بساي 1 of T زائد الـ N of T، هضربها في ايش؟ بساي 1، وبالتالي تصير معادلة جذر الـ E بساي 1 تربيع of T زائد N of T في بساي 1 of T بالشكل هذا، طبعا تحت الانتجريشن. طبعا هلقيت عندي انا بساي 1 اوف تي اخذناها بتساوي هيها جذر 2 على تي كوساين اوميجا نوت تي، طبعا تربيع هتساوي 2 على تي كوساين تربيع اوميجا نوت تي، ماشي الحال. يعني هتصير عندي المعادلة بالشكل هذا، طبعا قيمة بساي 1 تربيع اوف تي هتساوي 2 على تي كوساين تربيع اوميجا نوت تي في جذر الاي، طبعا زائد ال n of t في الباي 1 of t اللي هي جذر 2 على t كوساين اوميجا نوت t دي t. لما نعمل انتجريشن لهذا الجزء هيعطيني الجواب عبارة، طبعا هذا الجزء يعطيني 0، هذا الجزء هيعطيني جذر ال e كوساين تربيعها يساوي 1 زائد كوساين ضعف الزاوية على 2، طبعا كوساين ضعف الزاوية الانتجريشن تبعه يعطيني 0، هنا النص او الاثنين هتروح مع الاثنين هاي، وال t مع الحدود بتاعت الانتجريشن هيضل عندي بس جذر ال e. طبعا هذا لو كان مبعوث مين؟ ال s1. لو كان مبعوث ال s2 نفس الفكرة، هعمل كروس كورليشن بين اللي هي الار اوف تي هتساوي اس 2 اوف تي زائد ان اوف تي مع البساي 1 اوف تي، هتصير المعادله عندي اللي هي طبعا الاس 2 اوف تي ماينس جذر الاي بساي 1 في بساي 1 هتصير ماينس جذر الاي بساي 1 تربيع اوف تي زائد ان اوف تي في بساي 1 اوف تي. لما اعوض عن قيمه البساي 1 اوف تي في المعادله هاي هيعطيني اللي هي الحاصل انتجريشن ماينس جذر الاي، يعني الاختلاف بس بيكون في الاشاره. لما يكون عندي الريسيف سامبل موجب معناه ايش؟ الانبعاث اس 1. لو كان الريسيف سامبل بالسالب معناها اس 2. طبعا زي ما حكينا الباينري بي اس كي عباره عن اللي هو انتي بودل باينري سيستم، بيكون عند الاس 1 بتساوي ماينس اس 2 بتساوي ماينس اس 2. في المحاضره الجايه هنكمل اللي هو كلامنا، هنتكلم على الام بي اس كي، الام اري بي اس كي ان شاء الله. يعطيكم العافيه.